بعرف في الملوكة في الملوكة مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الضابطة، بالضبط من قلب المستشفى بوافي. ومعنا مشاهدينا الكرام في دار الحارس العام لهذا المستشفى. شحال من خلال هذا المباشر شفنا عدد الاصابات اللي دخلت هذا النهار، استعدادات اللي كانت قبل من هذه الليله. هذه الليله كيكون ضغط كبير على المستشفيات. كلشي اللي كاين، السلام عليكم اولا، وحاولي عفاك قدم لنا نفسك. وشنو الاستعدادات قبل من هذه الليله؟ لان كنعرفوا انا كيكون شويه الضغط على المستشفيات، كيف حاولتوا تجاراو هذا الضغط؟ معكم سندس العمراوي، معكم سندس العمراوي حارسة عامة بمستشفى أبو الوافي. وكتعرفوا مناسبة السنة الجديدة، فمستعجلات لوبيتال بوافي كتعرف كتستقبل العديد من المرضى وفوق المعتاد بسبب الحوادث بسبب الإصابات من الممرضين. الحمد لله، ولا بيان ميتريزي لا نوي، توتي بيان باسي الحمد لله. كان النهار كامل كان بدا غير مع الليحه، وتقريبا اكثر من 10 بدا تقريبا خاصه ابتداء من الساعه 8 بالليل، فكانت العديد من الحوادث استقبلناهم، كانت اصابات. مي الحمد لله اون غونفورسي لا غارد بلو بيرسونيل. العدد باقي ما نقدروش نحددوه. استعدادات اللي كانت، نوع الاستعدادات بالضبط اللي كانت قبل من هذه الليله، كنعرفوا ان الليله كتكون شويه كما قلت شي حوادث كثير، كتكون اعتداءات، كتكونوا مضربات بين الناس، كيفاش حاولتوا تستعدوا لهذا الشيء؟ نعم، دونك الاستعدادات اللي كانت انه كان اون غونفورسي لو نومبر ديال لو نومبر دي ميدسان دو غارد بوندون سيت نوي، اي ميم لو بيرسونيل انفيرميي حتى هما كانوا الحمد لله. وي بيان سور كانوا لي زيكيب. نقدروا نقولوا ان سبيطار بوافي في لي زيكيب تزادوا في السجلات وحتى في لي سيرفيس او نيفو دو تو لي سيرفيس دو لوبيتال. لي سيرفيس كيكون شويه الضغط. وي والحمد لله بالحضور ديال مدير المستشفى والمدير الاقليمي والجهوي. دازت مزيانه الحمد لله، سان ترافاي ديكيب اي سيتي بيان باسي. واخا باقي الليل معنا طويل، باقي الحمد لله. كما قلت لك انا بواتي كيتشاطر من بعد المستشفيات اللي هنا في كازا كيعرفوا الضغط وشا. وي معروفه بزاف. نقدر نقولوا كما قلت لي نهار كاين حسن استقبال الحمد لله، توتي بيان اكويي وون اسيغي اون بون سورفيونس بوندون توت لا نوي الحمد لله. وي معاش بديتو تقريبا؟ بدينا مع 20 اور دو سوار 8 بدينا، وباقي جوسكا 8 اور دو ماتان باقيين. دابا باقي اللي داز صعيب وكان الضغط الحمد لله ما ساهلش، ولكن الحمد لله كنتعاونوا سان ترافاي ديكيب وكلشي كيدوز مزيان. تبارك الله، الله يبارك فيك الحمد لله. كنا بغينا العدد الاصابات اللي شي باقي ما بحثتش حد الان هذه الليله مازال ما سالاتش. نخليكم اشكر بزاف، نخليكم انكم تكملوا الخدمه ديالكم بخير وعلى خير. الله يبارك فيك، ميرسي.